من الحاجات كمان اللي بنوصلها حاجة اسمها ديجيتال توين، ان المكنة بيبقى ليها ديجيتال توين، بيبقى توأم اوكي على الكمبيوتر بيعرفنا هنعمل ايه ونعمل ايه. تمام. one of the questions كانت عند ناس كتيرة، are we ready؟ يعني عندنا readiness ولا لا؟ احنا عملنا survey and we will send you this survey after برضو عشان الناس ما اشتركتش فيه. كم حد مال السيرفي؟ في ناس انا thank you. ممكن نسقف لهم for everyone who contributed. It's only 3 minutes survey. Okay. We need you to fill it to know readiness بتاعنا واحنا فين. Survey مالو معنا ناس من امريكا، من جيرماني thanks to Marcus and other colleagues. From Saudi, from Egypt, from different countries and from Asia. اكتر ناس في الصناعة اللي كانت يعني ادتنا فيه feedback. اكتر صناعة كانت صناعة الفود وصناعة البلاستيكس واندستريز مختلفة. لو احنا بس حبينا نبص على السيرفي والاناليسيس بتاعته اوكي، هنلاقي اول حاجة دي طبعاً شركات نوعية الاندستريز اللي اشتركت، كانت اول حاجة الفود وبعد كده الصناعات التانية. حبينا نسأل الناس سؤال، انت ازاي هتروح ديجيتاليزيشن وانت مش ريدي؟ السؤال بتاعك يا دكتور محمود وبتاع ناس كتير. فابتدينا نسأل، هو انا عندي شبكة انترنال جوه المصنع؟ يعني عندي شبكة فيها كونكتيفيتي اساسا؟ كانت اغلب الاجابات اللي هو البار اللي فوق اللي هو يس. يبقى احنا عندنا دي اول حاجة. تمام؟ بعد كده السؤال اللي بعده ابتدينا نسأل، هل عندنا اي كونكتيفيتي بكلاود او بسيستم او بسيرفر؟ او بنشيل الداتا دي على سيرفر موجودة في مكان ما؟ فده كان important question لينا ان احنا نعرف ونسأل الداتا دي موجودة ولا لا. فكان برضو الاجابة مصلي يس، بس احنا طبعا عندنا issue with connectivity which is happening now. okay. ف الأسئلة دي كانت أسئلة كتير، وهنشير معاكم الريبورت بعد كده عشان بنشوف مع الأشخاص أو الشركات إيه اللي حصل على الرياليتي، إيه اللي حصل على الأرض. Are you ready or you are not ready؟ طيب لو أنت ready أخبارك إيه والدنيا فين؟ تمام؟ لو في إشي طب نسكيب ات اوكي ونموف للبرزنتيشن. احنا هنشير معاكم الريبورت، انا بس يعني ماي ريكوست ان احنا لما نبعت لحضراتكم بليز السيرفي، اتس 3 مينت سيرفي ميكس بيج ديفرنس، بليز شير ات وذ يور فريندز يور كوليجز تو شير ات وذ اس. تمام.